السلام عليكم، معاكم مستقبل أبل. بهذا الفيديو حيكون في استعراض عن طريقة تحميل الأفلام على الآيباد، الآيبود تاتش على الآيفون. طبعا الطريقة الحين راح أسويها على الآيباد هي نفسها بالضبط على الآيفون، نفسها بالضبط على الآيبود تاتش، لكن فرق الحجم بس. حبيت إن أشرح لكم إياها على الآيباد لأن شاشته أكبر، أتوقع إن أغلب الأشياء راح أوصلكم إياها بالضبط، لكن نفس الشيء، نفس الاختيارات، نفس الامكانيات، نفس كل شيء. اول شيء غنا نشوف البرنامج. من مميزات البرنامج انه مجاني، فغنا نشوف على الاب ستور. طبعا مجاني، في منه نسخة مجانية نسخة بفلوس. ما اتوقع يعني انك بتحتاجون نسخة بفلوس، اللهم اذا تكون اتش دي تصوير، اذا تشوفون الفيلم اتش دي، لكن المجانية هم بعد يعني ما اتوقع، انه ما احتاجت اصلا النسخة بفلوس. المهم خلينا نشوف البرنامج. طبعا المميزة في اي فيلم عندك في الكمبيوتر، مجرد انك تنقله هني راح يشتغل على الجهاز بدون لا انك لازم تغير الصيغة و و و، هذا بدون اي شيء راح ينقلك اياه على الجهاز وبسرعة، وهذا من مميزات البرامج. ومن المميزات في البرنامج سهولة استخدام البرنامج، شيء جميل جدا، برنامج سهل استخدامه. طبعا بالجزء الاول اللي هو هذا راح استعرض لكم البرنامج شلون تتعاملون وياه، بالجزء الثاني راح استعرض لكم شلون تنقلون الافلام من الكمبيوتر الى الجهاز. طبعا كنت مسوي فيديو نفس هذا من قبل لكن راح اخففه. ليش؟ اول شيء التصوير مو واضح، ثاني شيء الصوت مو واضح، ثالث شيء احس الكاميرا تهتز، كنت ماسك الكاميرا بيدي ماكو يعني ما اشوف انه، لكن هني ثابت تصوير اتش دي ماكو اهتزاز، يعني افضل تصوير واضح، واتوقع انها راح توصل لكم المعلومة افضل. نقول بسم الله ونبدأ الشرح. اظن نزيد برايتنس، اوكي. اما تفتحون البرنامج راح تظهر لكم هذه الصفحة، عندكم طبعا ما عليكم من هذا الاثنين، عندكم ملفاتي هي الأهم شيء، راح تحصلون فيها الأفلام، طبعا راح تحصلون مجموعة أشياء نفس هذيلي، كل فيلم تتوقع تحملونه، لكن إذا لا تخذفونه، أظن لكم لا تخذفونه، إنه ممكن إنه يخذف لكم الفيلم أو الفيلم ما يشتغل، مثلا نشغل فيلم مثلا، تقدرون مو بس فيلم، مسلسلات، فمثلا هذا الفيلم. بس ما تشوفونه فيلم كامل مدته ساعة أو 9 دقايق، أكثر من ساعة 9 دقايق، بس ما تشوفون شاشة كاملة دبل كليك أجيبلكم إياها على الشاشة، شي جميل جدا. ممتاز إنك تضغطون على هذا راح يوقف لكم إنه يدور وياكم يمين يسار، راح يوقف لكم إياه. عندكم هذا الصوت، هذا راح يقدم لكم إياه الفيلم، يقدم لكم إياه الفيلم. بس هذا الصفحة دبل كليك يكبر، دبل كليك يصغر، بس هذه كانت صفحة الفيلم. شيء ثاني، تبغون تخذفون فيلم، من مميزات البرنامج ايضا انك تقدر انك تخذف الفيلم بدون لا توصل على الكمبيوتر، طريقة سهلة، تضغطون على تعديل راح تظهر لكم مجموعة اختيارات تحت عندكم، طبعا تحددون على اللي انتم تبونه، مثلا راح نحدد على هذا وهذا او فيلم واحد مثلا، راح يظهر لكم خف جديد، اذا ضغطتوا على كلمة جديد راح يحط لكم اياه ملف، تقدرون تحطون في هذا الملف الافلام اللي انتم تبغونها. عندكم اعادة التسمية وهذا شيء جميل جدا، انكم تقدرون تعيدون تسمية الفيلم، ما اتوقع افضل من برنامج الفيديو الموجود بالجهاز، لكن مشكلته الثيم حق البرنامج يعني خلفيات يبغونه يعدلونه صراحة. المهم عندكم قص تقدرون تقصون الفيلم، وتقدرون تسوون لصق لشيء في الفيلم مثلا. عندكم خلف، هذه ضغطوا على خلف راح يطلب منكم تبغون تغذفونه ولا الغاء، موافق راح يغذف لك اياه، الغاء ما راح يغذف لك اياه. عندكم فوق اضافة الى المفضلة، لا عندكم فوق اضافة الى اضافة الى قائمة التشغيل، اضغطوا اضافة الى قائمة التشغيل راح يضيف لكم اياه الى قائمة التشغيل اللي هو هذه قائمة التشغيل، راح يضيف لكم يعني تقدرون تحطون الافلام اللي انتم تبغونها. شنو بعد؟
بس خلينا نشرح الاختيارات اللي تحت. عندكم قائمة تشغيل، طبعا قلت لكم شلون تعملون اياها. اضغطوا تحت تقدرون تخذفون الاشياء الموجودة. عندكم تنزيلات. الشيء الجميل في النسخة اللي بفلوس، عندكم نقل عن طريق الواي فاي، راح ينقل لكم اياه عن طريق الواي فاي بدون ما توصل على الكمبيوتر، فشيء جميل يعني. ما اتوقع انك تحتاجونه، لان اصلا في اي او اس 5 في شيء اسمه واي فاي سينك، تقدرون تنقلون الاشياء اللي انتم تبغونها. فيعني ما اشوف انها مهمه البرنامج الا اذا على اي او اس 4. اي مسح، يمسح لكم الاشياء. عندكم الاعدادات، طبعا الاعدادات في شيء عجبني جدا يعني، بس لي انا فتره ما فتحت البرنامج ف اوكي. هذا هو الاختيار. عندكم اختيارين. اول اختيار هذا حق الباسبورد، تقدرون انك تقفلون الجهاز باسبورد. مثلا نختار باسبورد، مثلا قفلت، طبعا لازم تقفلونه من تحت عشان ما حد يقدر يفتح لكم البرنامج. مجرد تفتحون البرنامج راح يطلب منكم باسبورد، دخلونه. مثلا قلنا دخله غلط، شوف ايش بيسوي، راح يطلع لكم من البرنامج مباشرة. دخلونه صح، موافق، راح يفتح وتقدرون تقفلونه وتغيرون الباسبورد. نفس الشيء في شيء بعد ثاني حبيت ان انا اذكر لكم اياه. هذا الاختيار اذا قفلتوه، مثلا هذا الاختيارين اذا قفلتوه، اذا قفلتوا هذا الاختيارين رحتوا وشغلتوا فيديو، ما راح يشغل الفيديو، بس احضر لكم شاشة سوداء، بس الصوت هو اللي راح يظهر، ماكو اي شيء ثاني. فاتمنى انك تشغلون هذا الاختيارين، حق ما حد يقول الفيديو مو راضي يشتغل البرنامج، فشغلوا هذين الاختيارين بعدين نزلوا يا صاحبي. عندكم مساعدة، هذا راح يجيب لكم مساعدة، هم باقي الاختيارات ما راح تحتاجون منها شيء. عندكم البرنامج طبعا مو موجود على اندرويد او جالكسي او اندرويد بشكل عام يعني، البرنامج مو موجود عليه، فقط على اي او اس 5. بس كذا ذكرنا شلون نتعامل ويا البرنامج من الجهاز، ذكرنا انه مجاني، في مجاني وفي فلوس، شلون انك تستخدم البرنامج، لا تقذفون هذيلي قوائم التشغيل، وشلون نقذف الاشياء. بس هذا كان الجزء الاول. طبعا بالجزء الثاني راح اشرح لكم شلون انكم تنقلون الافلام، هذه اهم نقطة، طريقة سهلة جدا جدا جدا، وحاوريكم المواقع حقة الافلام اللي تحملون منها. اذا انتم عندكم مثلا سيديات، مواقع الافلام، شلون تحملون الافلام، شلون تنقلون على الجهاز. وبس يعني حكذا، وبس يعني راح يكون هذا الجزء الثاني. اتمنى يكون شرحي فاتكم، ولا تنسون القناة، تشتركون في القناة. عجبكم ما عجبكم تعليق، واشوفكم في الفيديوهات الجاية، ومع الف الف سلامة.